جميل أن يكون الإنسان طموح، وكم جميل أن يضع له هدف ويسعى لتحقيقه. أما الإنجاز أن يكون هناك هدف يشترك فيه مجموعة من الأفراد تتطلع إلى تحقيق ذاتها من خلال هذا الأمر. كأس العالم قطر 2022، الحلم الذي يتطلع له شباب العرب كأمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة. مسلسل برؤية فنية جديدة تجعل المشاهد يعيش الحلم من خلال عيون شباب صغار سيكونون الأساس في هذا النجاح الذي يتشارك فيه العرب جميعا، كما كان يطمح الفرنسي زين الدين زيدان. كرة القدم لها القدرة على جمع وتوحيد الناس. رأينا في جنوب أفريقيا الناس يلتقون ويحتفلون معا، وهذا هو السحر كأس العالم. وعندما أفكر في كل شباب الشرق الأوسط أتحدث عن افتقادهم لحدث مثل هذا، فكرة القدم للجميع. هذا العمل يوضح القيم والأخلاق التي يمثلها الدين الإسلامي وأخلاقنا العربية الأصيلة، والتي سيشاهدها العالم في قطر 2022 محط الأنظار. وكذلك مع التركيز على الرسائل الإيجابية وغرس المفاهيم والأخلاق، نسعى من خلال هذا العمل لتوضيح أهمية التواصل بين الأجيال، كبار وصغار، شباب وشيوخ، ونوضح أهمية التواصل بين الأجيال للمحافظة على العادات والتقاليد وترسيخ الهوية بأجمل صورها. هذه الرحلة الدرامية سيعيش المشاهد العربي عن قصة 6 شباب من قطر ودول عربية مختلفة يلعبون كرة القدم في الشوارع والحواري جمعتهم قطر، ولديهم الحلم الكبير في المشاركة وإنجاح حلم العرب قطر 2022. عمل درامي يصور في دولة قطر وبسواعد الشباب القطريين والعرب والأجانب وبأعلى التقنيات الفنية. مسلسل من 30 حلقة يعبر عن رحلة ممتعة ومشوقة بأحداثها، تجمع عشاق الرياضة والدراما، مستوحى من واقعنا الحالي، وتم كتابة النص من قبل أشهر كتاب الدراما في الخليج العربي الكاتب سعد دهش، وسيقوم بأدوار البطولة أشهر الممثلين من قطر والخليج والدول العربية. سيكون موقع التصوير في أهم المعالم الحضارية والتراثية في دولة قطر وبين أهم الإنجازات الهندسية، وكذلك سيتم التركيز على المواقع السياحية والرياضية التي تعد الأفضل حول العالم. وسيتم دبلجة العمل إلى اللغة الإنجليزية والإسبانية لحصول الانتشار المطلوب حول العالم. نحن شركة بن فرناس للإنتاج الفني يشرفنا المشاركة في هذا العمل الدرامي، متمنين المساهمة في نشر ثقافة النجاح والطموح التي نشرتها قطر وقيادتها في المنطقة.